السلام عليكم أصدقائي، شلونكم؟ إن شاء الله يا رب كلكم زينين. أصدقائي، اليوم راح نسوي حلويات كمال باشا التركية، هذه اللي دا تشوفوها أمامكم. فتعالوا وياي حتى تشوفون المواد المطلوبة وطريقة العمل. أصدقائي، اليوم راح نسوي حلوى كمال باشا. أول شيء راح أحتاج لهذا النوع الحلويات، وهي الحلويات الخاصة بها. احتاج لها 2 عدد بيض، احتاج 5 ملاعق اكل من السمن او الدهن او الزبد اللي متوفر عندكم، احتاج 2 كوب و3/4 الكوب طحين، احتاج ملعقة صغيرة من الصودا بكربونات الصوديوم، احتاج 150 غرام جبن ابيض غير مملح، واذا كان مملح خلوه بالمي حتى يذب الملوحة من عنده، بعدين فتتوه بهاي الطريقة وخلوه على ورق المطبخ حتى ينشف المي من عنده. أول شيء راح أضيف الطحين فوق هاي المواد، فوق البيض، أضيف الزبد، راح أضيفهم كلهم مرة واحدة، أضيف الجبن اللي جهزته، وراح أضيف الصودا بكربونات الصوديوم وقليل جدا من ماء الزهر او الهيل اللي انتو تحبوه. هكذا راح اخلط هاي المواد كلها بالايد واكتلها على شكل كرات واخليها بالفرن. ارجع لكم اصدقائي بعد ما انتهيت من عجن العجينة، صارت بهذا الشكل. هسه راح اقطعها على شكل كرات واخليها بالفرن، اقطعها بهذا الشكل كرات صغيرة. هذا الشكل، واخليها اصفها بالصينيه واخليها بالفرن الى ان ما تنضج. طبعا حضرت قبل ما ابدي، حضرت القطر اللي راح اخلي به الكرات اللي سويتها. لازم يبرد شويه، يكون بدرجه حراره الغرفه من اطلع هذه الكرات واخليها به. هالشكل راح كلها اجهزها واخليها بالفرن درجه حراره 350 لمده 20 دقيقه الى ان ما تنضج. اصدقائي بعد ما نضجت هذه الحلويات وصارت بهذا الشكل، هسه راح اشربها بالشيرة او القطر اللي سويته. طبعا جهزته قبل ما ابدي صناعة هذه الحلويات. راح اخليها بهذا القطر الى ان ما تشرب كلها من هذا القطر، وبعدين راح اكمل باقي الوصفة اللي راح اسويها بهذه الحلويات. اصدقائي هسه عندي هنا كوب واحد من النشا زائد ملعقتين طعام من الطحين زائد نصف كوب من السكر، وراح اضيف لها 6 كواب حليب واخليها على النار واغليها. اول شيء راح اضيف على هاي المواد كوب واحد واخلطها، وبعدين راح اضيف باقي الحليب، عفوا اضيف كوب واحد من الحليب فوق هاي المواد واخلطها الى ان ما تتجانس كلها تذوب مع بعض، واضيف باقي الحليب واخليها على النار. كوب ثاني اخليه من الحليب، اخلطها واخليها على النار، واضيف باقي الحليب مباشرة. اول ما اخليها على النار راح اضيف باقي الحليب عليها واغليها. اصدقائي مثل ما تشوفون، خليت باقي الحليب على هذه الخلطة وخليتها على النار، وراح اظل اخفق بها، احرك بها الى ان ما تسخن، بعدين راح اضيفها على الحلويات اللي سويتها اول شيء. أصدقائي مثل ما تشوفون، بعد ما طلعت تشربت هذه الحلويات القطر أو الشيرة اللي سويتها، خليتها بهذا القالب طلع، وراح أخلي عليها الخلطة اللي سويتها الحليب والنشا والسكر والطحين، راح أخلي هاي الخلطة فوقها واخليها بالثلاجة تبرد، بعدين راح اسوي الكريمة الكريم شانتيه اخليه على الوجه الا تبرد تماما، بعدين اخلي الكريم شانتيه عليها لانه حتى لا يذوب الكريم شانتيه او يخرب شكلها. اعدلها كلها
هسه راح اخليها بالثلاجة الى ان ما تبرد، بعدين راح اخلي عليها الكريم شانتيه وارجع لكم. اصدقائي عندي هنا أنا كوب وربع كريمة الخفق، اللي ما متوفر عنده كريمة الخفق خلي يستعمل الكريم شانتيه، وراح اخليكم مقادير الكريم شانتيه بصندوق الوصف. بس هذا عندي كوب وربع مثل ما قلت كريمة الخفق زائد ملعقة طعام وحدة طحين السكر او فلور شوغر، راح اخليه فوق كريمة الخفق وراح اخفقها وارجع لكم. مثل ما تشوفون بعد ما انتهيت من تحضير كريمة الخفق راح اخليها فوق هاي الخلطة اللي عندي او الحلويات اللي سويتها. مثل ما تشوفون بعد ما انتهيت من وضع كريمة الخفق بديت ازينها. التزيين يبقى انتو حسب الرغبة والذوق، اذا تريدون هذا عندي كراميل صوص راح اخلي عليها او صلصة الكراميل اللي راح اخلي عليها، اذا تحبونها تحبوها بالمكسرات مثل الفستق الاخضر او الجوز فيرجع لكم. هسه راح استمر باضافة الكراميل صوص اللي عندي فوق بعدها راح استعمل السكينة فقط يعني التغيير شوية بهاي الطريقة. اخذ الجهة الثانية بالعكس. هكذا انتهيت منها، راح اقطع قطعة حتى تشوفون. اصدقائي انتهيت من تحضير حلويات كمال باشا التركية، هاي اللي دا تشوفوها امامكم، اتمنى تعجبكم وتجربوها، والف عافية مقدما، واترككم بامان الله الى ان نلتقي بفيديو اخر. شكرا جزيلا للمشاهدة.